زميلة عائشة علي. تلقى فخامة رئيس الجمهورية الرئيس المنتخب سيد محمد الشيخ الغزوان اليوم ببرقية تهنئة من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الإسلامية الموريتانية لمأمورية جديدة. وهذا نص البرقية. فخامة الأخ الرئيس محمد الشيخ الغزواني حفظه الله رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيسعدني أن أبعث إلى فخامة أخي العزيز بأطيب التحيات وخالص التمنيات بدوام الصحة والسعادة والتوفيق، وأن أعبر عن تهنئتنا ومباركتنا بالثقة التي أولاكم إياها شعبكم الشقيق بانتخابكم رئيسا للجمهورية الإسلامية الموريتانية لولاية جديدة. ويطيب لي أن أعرب لفخامتكم باسمي وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أصدق التهاني بهذه المناسبة، وأن أشيد بجهودكم الدؤوب وبحرصكم المتواصل على تعزيز مسيرة التقدم والتطوير في بلادكم وتحقيق الازدهار لشعبكم الشقيق. وإني إذ أؤكد حرصنا على توسيع فرص التعاون بين بلدينا لأعرب عن تطلعنا للبناء على علاقاتنا الأخوية وإدامة التنسيق إزاء مختلف القضايا مما يحقق مصالحنا المشتركة ويعزز وحدة الصف العربي، سائلا الله جلت قدرته أن يحفظكم ويرعاكم ويمتعكم بالصحة والعافية ويحقق للشعب الموريتاني العزيز بقيادتكم الحكيمة المزيد من التقدم والرفعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.